تستضيف العاصمة الرياض بعد يوم غد الثلاثاء أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين لمدة يومين في الرياض. ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه في المنطقة، ويشارك فيه أكثر من 100 مسؤول وخبير ومختص لمناقشة التحديات والمخاطر السيبرانية. كما يبحث المنتدى الفرص التنموية والاستثمارية في مجال الأمن السيبراني، وتهدف الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من خلال هذا المنتدى إلى تأسيس منصة دولية لحوار مفتوح لإيجاد عالم سيبراني أفضل، وتعزيز الجهود الدولية لمواجهة التهديدات وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار والابتكار. تنضم معنا من الرياض المستشارة في الهيئة الوطنية للأمن السيبرانية الدكتورة فاطمة العقيل. دكتورة فاطمة، مساء الخير وأهلا بك معي في هذه النشرة. حدثينا عن أهداف هذا المنتدى وأيضا نوعية هذا المنتدى ونتائجه المرجوة. تحية طيبة للجميع ونشكر لكم استضافتكم لنا في برنامجكم. يهدف طبعا هذا المنتدى أولا إلى فتح قنوات التواصل والنقاش وبناء الشراكات المحلية والدولية والتي تهدف لبناء فضاء سيبراني آمن، وأيضا يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التهديدات الأمنية، وكذلك تمكين الكوادر البشرية وبناء القدرات في مجال الأمن السيبراني. نعم. طبعا من أهم المحاور التي يغطيها المنتدى هي صناعة الأمن السيبراني من خلال تبادل المرئيات حول الفرص الاستثمارية وريادة الأعمال في مجال الأمن السيبراني، تعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات من خلال مناقشة أفضل الممارسات الأمنية، كذلك دراسة وتحليل المجتمع السيبراني لمعرفة العوامل المتعلقة بالعنصر البشري المؤثر على منظومة الأمن. ويسلط كذلك المنتدى الضوء على يعني كيفية تبادل الخبرات والمعارف للحد من الهجمات السيبرانية من خلال محور التعاون الدولي. وأخيرا أحد أهم المحاور التي يناقشها المنتدى أنه كيف يتم استثمار وتعزيز التقنيات الحديثة من خلال استخدامها في مجالات الأمن السيبراني مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمية، وإنترنت الأشياء. دكتورة، يعني اسمحي لي بهذا السؤال، يعني أطلقتم على المنتدى بأنه الأول من نوعه في المنطقة، لماذا يعني ميزتوا هذا المنتدى يعني تحديدا في المنطقة؟ طبعا المملكة العربية السعودية تحظى بمكانة مميزة جدا في الشرق الأوسط، كونها الأولى عربيا والثالثة عشر عالميا حسب تصنيف الجي سي آي التابع لمنظمة الاتصال الدولي. فهذا المنتدى فريد من نوعه بحيث أنه فتح المجال للمختصين من جميع الدول، حيث يشارك تقريبا 58 دولة في يعني تبادل الخبرات والمعارف في مجال الأمن السيبراني، لذا يعتبر مميز من نوعه. المستشارة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتورة فاطمة العقيل، شكرا جزيلا دكتورة.